هذه الزيارة هي استكمال، هي أيضاً تتزامن مع مفاوضات الدوحة، لأنه صحيح. هناك يعني كان هناك تعويل على أن لا يكون رد من قبل حزب الله قبل هذا الاتفاق، وعليه بحسب مما سيرشح عليه اتفاق الدوحة. ممكن أيضاً هذا ما قاله أيضاً أموس هوكشتاين يوم أمس، بأنه ممكن يعني بالطبع وقف الحرب في غزة سيؤدي إلى تهدئة الجبهة الشمالية، وبعدها ربما تنفيذ القرار 17-01 على مراحل بعد انتهاء هذه الحرب.